مرحبا، عم نطل عليكم يوميا بانفوكس انا ومسيو روجي زكار. اهلا وسهلا فيك مثل العاده، بنرحب فيك على طول عبر شاشه الام تي في. واليوم رح نحكي عن تامين كفاله التجديد. هذا التامين بخص كل المغتربين اللبنانيه اللي عايشين خارج لبنان. خبرنا شوي عن اهميه هذا التامين. مرحبا جايب. نحن اليوم يلي عم نقدر نعمله عبر تطبيق كمان يلي بتنزليه عبر الاب ستور او الجوجل بلاي، انه نطال كل اللبنانيه المغتربين يشتروا ضمانة كفالة التجديد لبوليستون الاستشفى لوقتها يرجع على لبنان. لنحكي شوي شو يعني كفالة التجديد. اليوم حيالا لبناني عايش حيالا بلد ناوي يرجع على لبنان، أكيد منهم عنده تأمين صحي بلبنان، ولكن عنده تأمين صحي بالبلاد اللي هو عايش فيها. هاجا اللي بيقرر يرجع على لبنان بده يرجع يعمل بوليس التأمين من الصفر، يعني لا سمح الله إذا عنده أي مرض المرض حيكون مستثنى، لا سمح الله رجع بعد 60 سنة تعب برات لبنان ليل الشركة التأمين اللي بتاخده، فبيلاقي حاله انه خلال كل سنين اشتغل وليجيب ليجي يرتاح بلبنان ما في شركة التأمين عم تعطيه تغطية استشفائية. فبكفالة التجديد او الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن، هيدا المغترب اللبناني عم بيضمن حقه ليقدر ياخد بوليس التأمين استشفى بلا اي استثناء. لازم من هلأ يتصرف فيها لبوليسة التأمين، بس مزبوط. نفسر شوي للمشاهدين. مزبوط، يعني نحن بس لنفرجيهم شوي على الابليكيشن كيف بتتصرف. نحن فتنا على الابليكيشن مثل العادة، فينا كمان نستعملها باللغة العربية طبعا. نحن فتنا على الابليكيشن، نحن نقينا الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن، نحن بتقلنا انه في حال بس 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 بدكم ترجعوا على لبنان، هيدي الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن تعطيكم الحق تاخدكم شركة التأمين بالشروطات بوليسة بالبوليسة، وكأنه في عمر معين محدد لهذا الشيء. نحن هنفوت أول شغلة بدنا نقوا إذا هن بدهم كفالة التجديد درجة أولى أو درجة تانية. إذا قلنا شو الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة التانية؟ الدرجة الأولى هي بتكون أوضة بتخت واحد، درجة تانية بتكون أوضة فيرست كلاس يومين. أوكي بتختين. نحن نقينا حسب الأعمار الحق الجارانتيد رينيوابيليتي أوبشن تندفع. يعني نحن بلشنا إذا نقول نحن عمرنا بال 35 لل 44 أخذناها مثل ما بنعمل عادة، بنعبي المعلومات تبعولنا فينا ندخل عائلتنا، وبيجينا بوليس التأمين يلي بتقول أنتوا هلأ صار عندكم حق إنه بس ترجعوا على لبنان أو بس بدكم تاخدوا بوليس تأمين من لبنان ممنوع شركة التأمين لكم في أي استثناء. يعني هيدا الورقة هي الضمان إذا فينا نقول، تنفسر للمشاهدين كيف فيهم يوثقوا بهذا الشيء إنه هلأ عم ببلشوا بشيء رح يبقى معهم لبعدين. هي بتطلع لهم بوليس التأمين. هي بتطلع بوليس التأمين بتقول إنه أي لبناني مغترب أنت كسبت حق كفالة التجديد أو الجي آر مثل ما بيسموه، ووقت ما بدك تجي تصدر بوليس التأمين استشفى بلبنان صار هيدي البوليس التأمين ببقى يتطبق عليها انه اي استثناء او انه بوليس جديدة تاخدها شركة التأمين كأنه لك 10 سنين مأمن مع هيدي شركة التأمين وبتجدد لك. في شي شرط معين لازم يكون موجود؟ ابدا، لازم كل ما يبكروا ليعملوها كل ما احسن له. نحن بننصح كل لبنان وبقات لبنان يعمل هيدي بوليس التأمين. مثل ما سمعتوا كل ما سرعتوا بتستفيدوا أكتر. نحن بنشكرك كتير على هالمعلومات يلي عطيتنا إياها اليوم، وبشكر كل المشاهدين وبشوفكم بالحلقات القادمة.